صاحب الفضل في هذا المشهد بالكامل، صاحب الفضل أن يكون اجتماع رابطة الأندية العالمية موجود هنا في مصر، صاحب الفضل في أن تنضم رابطة الأندية المصرية لرابطة الأندية العالمية. دكتور خالد رفعت، مستشار رابطة الأندية المصرية، أهلا بحضرتك. منور الدنيا، سعداء جدا بوجودك معانا. دكتور خالد، اتفضل اسلام. اتفضل دكتور خالد. اولا سعداء جدا بالايفنت، بكل تاكيد مجهود كبير من حضرتك ومن كل الناس، ولكن الحقيقه انا يعني كنت بتكلم معاك، انا من سنه قابلت حضرتك وكنت راجع من بولندا، وكانت مصر لسه منضمه حديثا لرابطه الانديه العالميه، وقلت لي انا عندي حلم وشغالين على فكره ان كمان الاجتماع السنوي يكون موجود في مصر. الحقيقه نجاح مبهر، احنا دخلنا من سنتين وبنهوست اكبر ايفنت حصل، واكبر عدد من اعتقد الوفود بيمثل اكبر عدد من الانديه في مصر، نجاح كبير بكل تاكيد. ازاي الثقه دي اتنقلت للناس في رابطه الانديه العالميه ان هم يحطوا ثقتهم في مصر الحمد لله كالعاده ويكونوا متواجدين هنا في مصر؟ هو طبعا اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم، هو كون ان الايفنت هنا ده مجهود كل اعضاء الرابطه، مش خالد واحد بيعمل دور، لكن من غير الباقي يعني مش كناش هنوصل لدوت. ثقة زمايلي أعضاء مجلس الإدارة، النائب أحمد دياب رئيس الرابطة، إن من دي وان لما كنت لسه في قبل كده عضو مجلس إدارة الرابطة، وقدمنا ناقشنا في إن احنا ننضم لاتحاد الرابطة العالمية، وقد إيه ده مفيد جدا للكرة المصرية ومفيد للرابطة في بدايتها، إن احنا لما انضمينا يمكن الوحيدين اللي انضم بعد الرابطة الوحيدة اللي انضمت في سنتها الأولى، لأن كان في لايحة انه لازم على الاقل يفوت عليك من 3-4 مواسم عشان تنضم. لما قعدنا مع الناس من اول اجتماع احنا اتكلمنا معاهم من قبل ما ننضم ان احنا من داي وان عندنا استراتيجية واضحة، عرضنا بريزنتيشن احنا عاوزين نوصل لفين وعاوزين نعمل ايه، من ضمنها كان الايفنت. حتى هم في الكلام قالك طب الاول تنضموا وبعد كده اكلموا، قلنا لهم لا احنا عاوزين من اليوم الاولاني تبقوا عارفين ان احنا مخططين لايه وعاوزين نوصل لايه. كان اشبه بطعم هو طعم بس متخطط له الحقيقه يعني. وهم طبعا الناس دي بروفيشنال وبيبقوا عارفين مين جاي يقول كلام ومين جاي فعلا بيسالوا في تفاصيله وبتعرض تفاصيل هو فعلا ده قابل للتحقيق، ان انت ساعات عشان تعرض حاجه لازم تكون فعلا هي حاجه قابله للتحقيق، وحطيت الاليات ووضحت لهم ان ده ممكن يتنفذ. والحمد لله بعد الانضمام طبعا لما قدمنا بقى البروبوزل ان احنا فعلا نستضيف الايفنت بكل تفاصيله بكل جوانبه، ايه مفيد ليهم، ودي كانت نقطه مهمه، مش بس احنا عاوزينه ليه بس كمان هم هيستفيدوا من الايفنت. ده في حد ذاته كان يعني عنصر مهم جدا، والحمد لله احنا وفقنا، ويعني الناس من اول ما وصلوا بيعتبروا ده الحدث الاكبر ليهم في الثمن اجتماعات الجنرال اسامبليز اللي قبل كده، خصوصا ان ده اكبر نسبه حضور في تاريخ الجنرال اسامبليز والانوال ميتنجز بالنسبه للاتحاد الرابطه العالميه، فالحمد لله ان احنا وصلنا لكده. طبعا لو بنتكلم بشكل واقعي، ايه العائد الاهم من انضمامنا لرابطه الانديه العالميه اللي ممكن يعود على كره القدم المصريه بشكل فعال وشكل يعني ملموس في اقرب وقت ممكن؟ هو كذا حاجه، انا هقول على حاجه ليها علاقه برابطه الانديه نفسها من منظور تاني. ده بيحط علينا احنا ضغط، بيحط على رابطه الانديه المصريه ضغط ان هي وصلت لكواليتي لازم تزود ولازم تطور اكتر، ولازم نعترف ان في جوانب نقص في رابطه الانديه وفي ديفكتس، ده اكيد طبعا. لان الاعتراف بالنقص فين والاخطاء فين هو ده اللي هيخليك تروح للتطوير وتروح للصح. انا اسلام كنا لسه بنشيد برئيس رابطه الكالتشو ان هو بيقول ان الكالتشو لم يعد كما كان في الماضي، فانك تبقى عارف موقفك ايه وضعك ايه ده اول خطوات الاصلاح. صح، هو ده دي النقطه الرئيسيه. فاحنا بالنسبه لنا تواجدنا في وسط الليفل ده ووصول للكواليتي دي تفرض علينا ان احنا مش هينفع نرجع، لازم على طول نبص لقدام ونطور ونستفيد بيهم، لان ساعتها مش هيبقى عندنا حجه هنجيب الخبرات منين، ما هو الناس واثقه فيك اهي ومعاك، روح خد الخبرات وتناقش وما تاخدش كوبي وبيست، لان انجلترا غيرنا، بريمير ليج غيرنا، لا ليجا غيرنا، بس ناخد اللي مناسب اللي ممكن يتعمل له ادابتيشن عشان يبقى قابل للتطبيق. النقطه الاساسيه هي هو هينفع يتطبق الكلام ده ولا لا. فدي طبعا بالنسبه للرابطه لا نقطه مهمه، هي هتبقى دافع لينا ان احنا دايما تمشي لقدام ما ترجعش لورا. طبعا من جانب تاني بقى في فرصه للاستفاده الفنيه بقى، يعني جوانب فنيه بقى في فرصه للاستفاده حتى من الجوانب التجاريه وكده، لان بقى عندك ثقه، عندك بروف اوف كونسبت، ثقه من مؤسسات دوليه فيك كرابطه، فاصبحت الشركات والمعلنين اي حد دلوقتي
قادر انه يروح للرابطه المصريه ويروح لرعايه حقوق رابطه الانديه المصريه، لان المؤسسات العالميه هي واثقه فيها ومعترفه بيها، فده في حد ذاته نقطه ايجابيه جدا. دكتور خالد، خليني اشوف وجود رابطه البريمير ليج ولا ليجا والدوري الايطالي وكل الروابط هنا، زي ما انت قلت ثقه كبيره جدا فينا، هل ممكن تطلع توصيات باتفاقات شراكه او توامه بين الروابط فيما يتعلق باكتشاف المواهب وتطويرها، فيما يتعلق بالشق الفني كمان تحديدا، لان هو التطور الكبير والمذهل عندهم ده احنا محتاجين نستفيد منه بكل تاكيد. اكيد اكيد، وده اتناقشنا فيه النهارده، ان احنا التركيز ان احنا تطوير المسابقه، تطوير ده، لان بالتالي التبعيه التطوير المسابقه دي هتؤدي لجوده اللعيبه الموجوده، هتفرض عليك جوده المدربين، حتى جوده اداره المباريات. بمعنى ايه؟ بمعنى الاوبريشن بتاع الماتش. دايما احنا بنشتكي نلاقي التراك فيه ناس كتير والحاجه، يعني بما الى ذلك يعني، فعمليه تطوير الاوبريشن بتاعه الماتشات دي نفسها، كل ده بيرفع من جودة المنتج بتاعنا كدوري. النهاردة كان في من ضمن الحاجات اللي اتعملت جديدة لأول مرة في الاجتماع بتاعنا، نتيجة للعدد الكبير بتاع الحضور، بقى في continental meetings، أول مرة يتعمل اجتماعات للروابط بتاعت كل قارة، وده كان النهاردة حاجة تاريخية، أن أول مرة تجتمع روابط أفريقيا بدعوة مننا في اجتماعات خاصة بالروابط الأفريقية. قعدنا واتناقشنا مشاكلنا ايه، الحاجات، مشاكل الكالندر، مسابقات الاتحاد الأفريقي، واتفقنا على خطوات هيبقى في منها خلال شهرين من دلوقتي يتم الإعلان عنها. لازم هيبقى في تجمع أفريقي كده مناسب للروابط، تقدر انها تشوف مصلحة الدوريات والأندية بتاعتها. دكتور خالد، نورت الدنيا، شكرا جزيلا لك جدا، وسعيد جدا بوجودي معاكم، ورب نكون دايما عند حسن الظن باذن الله. تمنياتنا ليك بكل التوفيق باذن الله. شكرا، ميرسي، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا.